شو؟ طمنوني، شو قال الدكتور؟ الحمد لله مرقت على خير، والله أعلم ميكروب فاتت على عينه وعملت له هالالتهاب. آخ يا عيني سعدي، شبك؟ وين الصبر يلي كنا عم نحكي عنه؟ هلأ لتوصل على البيت بدي أقطر لك. شو؟ بدك تقطري لي هلأ؟ إيه هلأ، لكن أمتى؟ ما هيك قال الدكتور؟ بس أنا صايم ماما، أجلي يلا بعد الإفطار. يا حبيب قلب أمك، القطرة بالعين ما بتفطر، لأنه العين منا منفذ مفتوح مثل الأنف والتم مثلا. خيي، طمنطيني.